كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا منيحين. اليوم بهذا الفيديو مثل ما قلتوا كمان رح يكون هاول، هالمرة خلص رح اعطيكم دفعات كلها رح تكون هاول. اليوم هي اول مرة بشتري من هذا الموقع، واللي هو كمان الشركة تواصلت معي وقالت رح ابعث لك اغراض، وبدها منك تعطي رأيك بالاغراض، تقولي يعني تعملي فيديو عنهم وتقولي انهم مناح ما مناح ماشي كيف وهيك. وانا قبلت ووصلت كم غرض. اسم الموقع هو نيو تشيك، وهو موقع كتير حلو فيه كتير غراض، واذا حابين نشوف الغراض كلياتها سو جست بليز كيب واتشينج. اول شيء حجمه كتير كبير وبسع فيها كتير غراض، يعني كتير كبيره وبسع فيها اللابتوب وبسع فيها كتير كتب مثل ما عم تشوفوا، يعني حجمه كتير كبير وبساعد بنات الجامعه اذا عنده صعوبه انه تلاقي شنطاي او شيء، فهي الشنطاي رح تفيدك. فيهم جيب مصاري بتحطي فيه، وبصراحه كتير حلوه جلدها وانه كتير طري، احلى احسن، يعني مو مثل الجلد القاسي مثل ما بيقولوا. اذا حابه تجيبي من الناس رح احط لك اللينك اللي لتحت بالديسكربشن باكس روحي شوفيها. الثاني شنتاي، واللي هي شنتاي بتجنن، ليك شو حلوه هيك تجي. هو بيجي من النوع المات اللي بيكون ناشف، يعني ما فيه اي لمعه او شيء، هذا هو الشيء اللي خلاني نجيب الشنتاي لانه انا بحب هالموديلات. وصحيح حجمها مبين صغير بس من ورا فيها مساحه كثير كبيره، يعني بسع فيها كثير شغلات مثل ما عم تشوفوا، كتير كبيرة من جوا، وفي جيب هون بتحطي فيه المصاري، وحلوة كتير يعني للشتا إذا مثلا حابة تطلعي على المدينة، وكتير حلوة عن جد تطلع، فكتير حلوة حتى إنه بتصير تاخديها هدية لحدا من رفقاتك بعيد ميلاد أو شيء. وبيجي كمان إلها حبلة مشان تحطيها على الطرف، لأنه أنا حبيتها على طرف تطلع أحلى. وطبعا هالاغراض اللي رح تشوفوهم واللي شفتوهم كلها رح تشوفوا اللينكات اللي لهم تحت بالديسكربشن باكس مشان اذا حابين تشوفوهم او تشتروا منهم او تتفرجوا بالموقع. هلا جبت فراشي، كل شفت كثير على موصين منهم وحبيت جربهم. انا من فتره جبت بس ما طلعت بنفس النوعيه المنيحه، لانه هاي يعني كثير حلوين وكثير انه ريشهم كثير ناعم وكثير منيح للميك اب. هن كثار وبصراحه كل وحده لها شيء خاص، فخليني بلش بالكبار. هنن بيجوا هنن بيجوا 10 فراشي بشي 5 دولار، يعني هدلون من الفراشي الكبار اللي هي بتجي للباودر للفونديشن والبراونزر والبلاش وكل شيء، يعني فيك تستخدميهم انت انه انت بتختاري شو تستخدميهم. والحلو انه ريشه كثير ناعم، يعني عن جد وقت تحط هيك انا بحب هيك كثير حلو وملمسه. هدلون بيجوا للاي شادو، انا كثير حبيتهم لانه كثير مناح للاي شادو، لانه صعب كثير تلاقي الفرشاي المناسبه للاي شادو. انا جربت وحده منهم وكثير انه حبيتها وحبيت استخدامها. هيك بيجوا موديلات للاي شادو، كمان كثير ملمسه ناعم وكثير منيح للدمج. رابع قطعه رح تكون بلوزه للمدرسه، لانه انا كثير بحب البلايز العريضه الفضفاضه، فحبيت جيبها للمدرسة لأنه حسيتها مريحة مثل ما مبينة على الصورة. هيك بتجي، رح تبين عليكم كبيرة بس هي حجمها أبدا مانو كبير. بتجي هيك من الأطراف في عليها زرار، وهيك كما طويل كتير حلو، ومن تحت هيك بتجي، يعني بيجي هيك مثل تحسيها كأنه قطعتين، قطعة سوداء وقطعة فضفاضة لونها فضي فوقها. وبصراحة كتير حلوة وكتير قماشة طري، يعني قماشة كتير ناعم، يعني هي أطرى قماش شفته وكتير حلوة عن جد. بصراحة حسيتها رح تناسب البنات اللي بيروحوا على المدرسة أو الجامعة، لأنه أول شي هي مريحة وتاني شي سعرها أبدا ما له غالي. كفي منها لون تاني واللي هو الأحمر والأسود. هاي القطعة وقت اللي إجتني كان هيك سعر حجمها، مغلفينا بمية شغلة، فما بعرف أنا، يعني أنا فكرت الشي يعني قلت إنه شو هاد، فبالأخير لحتى تذكرت إنه أنا وصيت هاي القطعة. هاي القطعه بظن بتعرفوها لانه هي بتحطي فيها الليبستيك اللي إليك فيها، يعني بتسع كتير ليبستيك، بتسع يعني كل الاحجام كمان، فجبتها لحتى احطها على الطاوله اللي إلي محل ما بحط مكياجاتي، وانه كتير حلو بطلع انه على الليبستيك وهالموديل، فكتير حلوه واحسن ما احط الليبستيك بالشنتاي، وانه هاي محل وهي محل، فمن الاحسن انه اجمعهم كلياتهم بهي العلبه وعارف كل نوع شو هو. هاي القطعه انا استخدمتها اليوم رحت فيها على المدرسه، ما تحملت لانه عن جد كثير حبيتها واللي شفتها. بتيجي هيك، هي الخفافه الحلوه لونها ابيض وموديلها كثير هيك
يعني موديل حلو وجديد تجي عليها هاد لون الخرزات، وحبيت انه اللون بيجمع بين اللون الابيض والذهبي لانه كتير حلوين هاللونين مع بعض، وبصراحة كتير موديلها حلو. واذا بدك تجيبي منها فبنصحك تجيبي نمرة اكبر من نمرة رجلك، لانه هي بتجي شوي اصغر وكتير حلوة وكتير مريحة بنفس الوقت، لانه جربتها اليوم. هاي القطعة جبتها لانه بعد شهرين رح يكون عندي حفلة، فقلت لازم اجيب فستان ابيض. بصراحة عندي فستانين بيض، بس حبيت انه قلت انه بجيب هذا، فبنقي بيناتهم هنا ثلاثة. كتير حلو موديله وكتير بسيط، هيك بيجي انه عادي وبيجي من ايديه جابير، وبيجي الجابير هيك انه، وهذا النوع التطريز اذا بتجي شوية عريضة يعني بتجي فضفاضة على الكمام، وبصراحة كتير حلو هالفستان، وبيجي هيك انه بدب الجسم وكتير حلو، ومن ورا بيجي كمان هيك غربول، وهيك شوي يعني تقريبا لنص الظهر بيجي غربول، وكتير حلو موديله، كتير حلو. وبيجي من هون سحاب، انه بحس ما يبين السحاب مثل ما عم بتشوفوا هون. ايه وبصراحة التطريزة كتير حلو مثل ما عم تشوفوا، هيك تجي التطريزة اللي له هيك، كتير حلو هذا الموديل. وانا فكرت انه البس مثل كمر، انه هيك كمر لونه ذهبي رفيع، فلانه بحب اللون الابيض والذهبي بيطلع كتير بيطلعوا حلوين مع بعض، فقلت لازم اجيبه. وكان في منه لون اسود بس هلا كمان جبت شاكيت للمدرسة. هون بسويد ما في الجو الصيف يعني الحقيقي، لانه على طول بيكون في هواء، يعني بكون اوكي شمس وكل شيء جو بجنن بس في هواء، فمشان هيك جبت قلت لازمني شاكيت رقيق. في عندي واحد بس لونه مثل تقريبا سكري، فقلت لازمني اسود، فقلت بجيب شاكيت اسود رقيق. هذا هو الشاكيت، كتير رقيق وكتير حلو، يعني مناسب يعني للخريف للربيع. بيجي على الطرف اللي له هيك خط سحاب واللي هو كتير حلو، ومن الكمام بيجي زم، هذا اللي حببني لانه انا ما بحب الكمام اللي بتجي انه مفتوحه، فانا بحبها تكون زم وبتطلع كتير حلوه على اللبس. ومن تحت كمان له زم، هيك كمان له زم، وعن جد كتير حلو، ونوعيته كتير حلوه. يعني من التراب بيجي له جيب، يعني هو له جيبين مثل ما عم تشوفوا من هون. ما عم جبت هي الشنطه، بس جبتها لماما لانه ماما بتحب تحمل الشنطه انه المقله تقل، فجبت لها هي الشنطه. هاي هي الشنتاي، كتير حلو انه جلدها كتير موديلها بسيط وكتير موديلها ناعم، هي لانه كانت محطوطة بالكيس فهيك صارت مطحوجة، فكتير حلوة هالموديل وكتير بسيطة وكتير كبيرة، ليكوش كبيرة، يعني شنتاي بسفر مالها هيك. هلا كمان في كمان شنتاي واللي هي اتقل شنتاي واهم شنتاي بهذا الهاوس، هي هاي الشنتاي، ليكوش حلوة، بتجنن عن جد بتجنن. هيك بيجي موديلها، بيجي جلدها، بتجي هي جلد، بيجي عليها لون الحركتين اللي هي باللون الذهبي، واحلى شيء فيها هي لونها، بتجي هيك من ورا، ومسكاتها كمان جلد، وقت اللي بتفتحيها بيكون فيها هالقطعتين، بيكون فيها هي القطعة، واللي هو بتجي مثل الشنتاي ومثل الجزدان بنفس الوقت. هاي بتجي لأنه مثل ما عم بتشوفوا إنه هاي الشنتاي ما في إلها سحاب، بس في إلها زر من هون. فهي هاي الشنتاي بعتوها معها انه بحيث انه بتقدري تفتحيها تحطي فيها الاغراض اللي بدك اياها، ترجعي تحطيها بالشنتاي وتحملي الشنتاي كانه انه هي جزدان الشنتاي اللي بتحطي فيها الاغراض، احسن ما تحطيها بالشنتاي وما يكون لها سحاب. وكمان الحركه الحلوه انه اذا انت حابه تحطي اغراض بالشنتاي بدون ما تحطيها بالجزدان، تبعتولي اشارة لها بحيث تقدري كمان تحملي هي الشنتاي. هنا هلا بهي الشنتاي طلعت لي شنتايتين، يعني صار في شنتايتين بشنتاي وحدة. بصراحة كتير موديلها حلو وكتير لونها حلو وكتير جلدها حلو، وانا كتير حبيت هاي الحركة اللي عملوها لانه عن جد هاي الشنتاي كتير حبيت. الشاكيت شو تقيل؟ يعني تقدري تقولي شي بيجي كم كيلو ما بعرف. هذا الشاكيت هو كمان جبت للمدرسة، يعني حسيت هذا الهول اهم شي هو كان رح يكون للمدرسة. هو شتوي لانه قلت لازم اجيب جاكيت شتوي لحتى اقدر البسه بالشتاء. يعني بيجي هذا الشاكيت اللي بيجي بهالموديل، بيجي من هون بتحسيه كانه نصيه، بس هو شاكيت ملزق بشاكيت صوف، هيك بيجي من هالدم. موديله كتير حلو لانه هو مدموج بين الشاكيت الشتوي وشاكيت الصوف، يعني بتلبسيه وسحابين كتير حلو، وسحاب من هون سحابه بتفتحي هيك بيكون من جوا، ومن ورا بيجي بهالموديل. بيجي له قبوعتين واللي هي القبوعه الشتويه والقبوعه الصوف، ف
فهي بتحطي اول شيء هي الابوة وبعدها بتحطي الابوة على الصوف. خليني احطهم ببعض بهي الطريقة انه هيك بتحطيهم وهيك بيجي كمان من ورا، بتحسيه كأنه نصية على شكل صوف. الكمام اللي له حركته من ورا كتير حلوة انه هيك بيجي، وعن جد هو هذا الشكل كتير سميك يعني كتير منيح للشتا. هذلون كانوا كل الاغراض، ودي انكم خلونا نوصل الفيديو ل 10,000 لايك. كمان تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلياتها واللي هي سناب شات الفيسبوك الانستغرام كلياتهم، تابعوني عليهم لحتى نحكي مع بعض، لحتى تتابعوا اخباري وشو بيصير شو ما بيصير، ولحتى تترقبوا اخبار المسابقه ولحتى تشتركوا بالمسابقه. بدي اقول لكم انه انا كثير بحبكم. وصلوني بفيديو جديد، باي باي.